فوق طه. عندي 18 سنة في تالتة ثانوي، شعبة أدبي. الحمد لله نجحت مجموعة 80.5%. نفسي إن شاء الله أدخل إعلام. أنا برسم ببقي وأحب إن أنا أقدم فيديوهات فويس أوفر ودوبلاج ويعني برامج إذاعية، زي مثلا عملت برنامج إذاعي على قناتي على اليوتيوب اسمه حكايتنا في سهرتنا. اتكلمت عن مواضيع اجتماعية ونفسية، وكمان بلعب رياضة الكوتشة، هي رياضة لذوي الاحتياجات. انا يعني صحيت بدري، يعني واحنا عارفين من امبارح ان النتيجة تطلع بعد الظهر بكرة يوم السبت. فيعني لما صحيت قعدت لقيت بقى يعني كذا حد وصل لها وكده، وكذا حد كاتب، فحاولت ان انا اوصل وافتح اللينك، وحاولت كذا مرة لحد ما عرفت الحمد لله افتح وارف. كنت مبسوطة ويعني حمدت ربنا، ويعني الحمد لله ان نجحت، والحمد لله ان انا يعني جبت مجموعة لا بأس به يعني. وقلت بقى يعني ده على ماما وبابا، وانا جبت 80%. كنت متوقعة ان انا يعني اجيب اكتر شوية، بس الحمد لله يعني كنت برضو متوقعة ان مش شرط توقعي ده هو اللي يطلع صح. يعني على طول بنقول مثلا الواحد بيقعد يحسب هينقص معرفش ايه، بس محدش بيبقى عارف الاجابة الصح، فبقول بقى حسابات ربنا حاجة تانية، بقى جه حساباتي فسبتها على ربنا. الحمد لله كانوا مبسوطين، ويعني لو خبر حلو فجأة كده يجيلك، فيعني كنا مبسوطين بقى وشغلنا ناجح يرفع ايده بقى وكده بصوت عالي وكده، بس الحمد لله. وانا في نساء وصباح احيا قلبي وافراح، وانا في نساء